انا دكتور احمد امين هيكل، انا استاذ امراض الباطنه والمناظير في كليه الطب القصر العين، وانا اتشرفت هنا في اندلسيه استشاري امراض الباطنه والمناظير، وكان لي الشرف ان انا التحق بمنظومه واضحه في كل الناس اللي فيها. رئيس قسم الجراحه دكتور طارق شكري لما جيت بدات اتعامل معاه بالذات في الحالات الكومبليكيتد، دكتور طارق اتعاملنا معاه في حالات يعني مش سهل ان احنا بنشوفها ميكينج في الحالات، فكره المهاره في اثناء العمل الحاله، متابعه العيان بعد العمليه، كل عيان بمشكلته كانه بيتعامل مع فعلا زي ما الدكتور حميد قال حد من اهله، فكرنا كله مع العيان. بسم الله ما شاء الله، دكتور طارق من الناس القليله في صفه القياده كرئيس قسم الجراحه شفت السوشياليزيشن معاه ازاي مع كل الناس اللي حوالين منه، الاهتمام بجانب التعليمي، لا الجانب الاجتماعي والانساني مهم، الجانب التعليمي هيلاقي نفسه ان شاء الله باذن الله يعني هو مش واخد باله من النقطه ان كل اللي علمه وبيعمله في الناس سواء فكره اسلوب تعامل ديسيجن ميكنج اثناء العمل، مهاره الهاند سكيلز في العمل، تكات التصرف في عيانين في اثناء المشاكل، كل ده بالنسبه له ان شاء الله باذن الله يعني نحتسبها انها صدقه جاريه هو عاملها هتفيد الناس اللي اتعلمت وهيفيدوا بها عيانين وهيعلموها لحد كتير. دكتور طارق ربنا يبارك له في عمره، وان شاء الله باذن الله يعني ربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله لاحسن ما يكون.